بالنسبه للنظام الداخلي سريه اللجان، هو حنايا دابا باش تكون عندكم الصوره واضحه، حنا النظام الداخلي كتنعقد ليه واحد اللجنه ديال مراجعه النظام الداخلي، انعقدت وبعد ذلك باقي ما تجتمعوا الممثلين ديال الفرق باش يناقشوا هذه المواضيع. لكن فيما يتعلق بالسريه ديال اللجان، كاينه فيها واحد الجانب اللي يمكن انا اعطيكم مثال. لعلها في 2007 او 2008 كنا كنناقشوا احدى القضايا المتعلقه بلوسيبي كان فيها واحد التحول، وجات السيده ديك الساعه ما كانتش وزيره مدام الخضراء وقالت لك هذا الاتفاق، هاد الاتفاقيات اللي كاينه عندها طابع استراتيجي ما يمكنناش نهائيا، وديك الساعه راه كاينه على العلنيه ما يمكنناش اننا نناقشوها يعني بحضور الجميع. فانت دابا كل فريق رؤساء الفرق مع الوزير مع السيده المديره هذه بن خضراء وتم الاطلاع على الوثائق. كاينه امور يعني المكتب الشريف الفوسفات نموذج، كاينه قضايا اللي خصها تبقى سريه، ماشي سريه على الاعلام وسريه على المواطنين، لان داخله في واحد الاستراتيجيه وكاينه منافسين لها، كاينه منافسين دوليين لهذاك الشيء اللي انت اللي كتبان كتكلم عليه. خارج هذا الامر انا في نظري خارج الامر خصك كل يولي علني. انا عندي واحد كل ما يتعلق بالرقابه يمكن تكون شي استثناء واحد او جوج، كل ما يتعلق بالرقابه كيخصو يكون علني. التشريع كاين فيه بعض الجوانب اللي يمكن تكون عندها طابع سري، لان كنناقشوا بعض القوانين اللي كدير القانون اللي كدير كيكون عندك حيثيات خاصه وحيثيات دقيقه وحيثيات اللي اما مرتبطه بالامن ديال الدوله او مرتبطه ببعض الامور كما ذكرت، فهذه تبقى. ولكن في الرقابه وحتى في الرقابه كان مثلا جا وزير الخارجيه عده مرات انتم شاهدتوا ذلك، يقول لك اودي هذا الموضوع انا ارجو ان يبقى سريا ومغلقا، وكنتفقوا. لكن ان يولي الطابع يعني الكل سري هذا ما عنده معنى، خلينا نناقشوا. ياك عندنا ثلاثه الاليات، انا قلت لك فيما هو رقابي الاصل فيه هو العلنيه، التشريع الاصل فيه هو السريه ويمكن يولي العلني، فهادو خلينا نناقشوا. راه عندك الرئيس ديال مجلس النواب وعندك المكتب ديال مجلس النواب وعندك رؤساء الفرق وعندك رئيس اللجنه وعندك مكتب اللجنه، هادشي كله ملي غتبان شي حاجه غادي كله غيكون ضد. دابا العكس اللي واقع، مكتب اللجنه رئيس اللجنه ومكتب اللجنه والفرق متفقين بما فيهم ديال الاغلبيه متفقين على العلنيه، والرئيس باسم المكتب كيقول لك لا تبقى، وكاين بعض الاحيان باسم الاداره كتجي كيجينا كتاب من الاداره لهذيك اللجنه لا تكون سريه. هذا هو اللي ماشي معقول. فلذلك نحن المتضرر من هذا لا المتضرر هو المواطن، هو الاعلام، هو الراي العام، وحتى حتى المتضرر زعما من العلنيه ديال الجلسات الذي يرفض ايوا سولو. لانه شوف كل ما كانت المتضرر من هذه العمليه هو المتضرر من الشفافيه، هادشي اللي نقول لك انا. طيب مصداقيه العداله والتنميه في الدفاع عن المقاصه، شوف انا كنهضر على العداله والتنميه في البرلمان، عبد الله بوانو كرئيس لجنه الماليه او كرئيس فريق او كعداله والتنميه كاملين، لا 107 ولا 124 قلنا واش حنا قصرنا في شي حاجه من هذا الشيء. انت باش تقول اودي العداله والتنميه ما عندهاش الحق لان راه كانت كتسير الحكومه عندها اكراهات ديالها، ملي يكون شي وزير سولو. اما انا باقي في صبغتي الحمد لله، ما غيرت ما بدلت داك الشيء اللي كنت كنقولو راه باقي كنقولو. واش نديرو مهمه استطلاعيه؟ واش نديرو لجنه تقصي الحق؟ لجنه تقصي الحق كلها صعيبه دابا من هذا العدد، ولكن مهمه استطلاعيه راه حنا كمعارضه غنفكروا فيها، نفكروا فيها ماشي غير في هذا المجال، في مجالات اخرى. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.